مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو وافق على اعتماد 16 مليون جنيه للمستفيدين من صغار المربيين وشباب الخريجين بإجمالي عدد رؤوس ماشية تصل ل 217 رأس، وده في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا استاذ رسل، صباح الخير يا استاذ احمد، صباح الخير لكل الساده المشاهدين الكرام. اهلا بك يا فندم. يعني اهميه المشروع ده ايه؟ لو بنتكلم عن المشروع القومي للبتلو، اهميه ده ايه ويعود بايه على طبعا المواطن وعلى يعني المربين كمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اقول لحضرتك ان المشروع ده بيهتم بالتنميه الرئيسيه لثرواتنا الحيوانيه والحفاظ على ثرواتنا الحيوانيه من الاهدار. يمكن كان فيما سبق بيسمح او بيسمح بذبح العجول في اوزان اقل من 100 كيلو جرام، بتديني فقط على الاكثر 30 كيلو جرام من العجول. بقرارات وضوابط وزاره الزراعه ومنع ذبح البتلو والتسميم الى 700 كيلو جرام على الاقل، اصبح نفس الراس اللي كانت بتديني فقط 30 كيلو جرام بتديني 6-7 اضعاف تقريبا 240-250 كيلو. 6 اضعاف. احنا يمكن بدانا في منتصف 2017 بمبلغ مخصص فقط ب 100 مليون جنيه. النهارده بقى اللي تم تمويله واخراجه ما يزيد عن 7 مليارات و 270 مليون جنيه، استفاد منهم اكثر من 42,000 مستفيد في قرى مبادره فخامه الرئيس حياه كريمه من شباب الخريجين وصغار المربيين والسيدات لتربيه وتسمين ما يزيد عن 473,000 راس. خلينا نرجع كده بالذاكره من سنتين مع جائحه كورونا، وفي الوقت اللي كانت دول العالم كله عندها مشاكل تتعلق بعدم توافر البروتين الحيواني واللحوم وزياده مضطرده في الاثار، احنا الحمد لله كان عندنا ثبات واستقرار. ويمكن المشروع القومي احد المشروعات اللي ساهموا كتير في كده. يمكن بدانا زي ما بقول لحضرتك في البتلو المحلي او الرؤوس المحليه، تم اضافه 2020 تم اضافه رؤوس العجول المستورده المحسنه ورثيه، ودي سريعه النمو من خلال بروتوكول ما بين وزاره الزراعه وجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه والبنك الزراعي المصري لاستيراد عجول محسنه ورثيه عاليه الانتاجيه وسريعه النمو. يمكن معدلات النمو فيها تعادل وتكافئ ضعف معدلات نمو حيواناتنا المحليه، وبالتالي دي قيمه مضافه وبتوزع على صغار المربيين وعلى المزارع. اخيرا والسنه دي يمكن تم كمان اضافه بند العجلات عاليه الانتاجيه ثنائيه الغرض، سواء كان متخصصه في انتاج الالبان او متخصصه في انتاج اللحوم، برضه لتوفير المزيد من فرص العمل ولضخ المزيد من اللحوم والالبان في السوق المصري. نعم دكتور طارق، احنا بنتكلم على اعتماد 16 مليون جنيه للمستفيدين من صغار المربيين وشباب الخريجين، تحديدا بنتكلم باجمالي 217 راس. عاوز اعرف ال 217 راس دول هل بيساوي عدد المستفيدين ولا الاستفاده بتكون لعدد اكبر؟ لا، ان الضوابط بتاع الوزاره والمجلس القومي المشروع البتلو برئاسه معالي الوزير، نعم، زي ما قلت لحضرتك دوت بيخص صغار المربيين، وفي حاجتين في العجول الرؤوس للحوم والتسمين المحليه وفي المستورده. نعم. ال 217 رؤوس دول لعجلات عاليه الانتاجيه ثنائيه الغرض، وديت بتوزع على صغار المربيين. ده يمكن ده احد جوانب او احد عوامل التحسين الوراثي ان احنا توزيع هذه العجلات عاليه الانتاجيه. عايز اقول لحضرتك يمكن انتاجها من الالبان يعادل تقريبا يمكن 3-4 اضعاف انتاج البان عجلاتنا المحليه، وكمان برضو مولدها من الذكور بتكون سريعه النمو مع معدلات نموها يمكن بتبقى 1.6 1.7 ضعف معدلات نمو حيواناتنا المحليه. نعم. يعني ال 217 دول بيوزعوا على صغار المربيين فقط. على صغار المربيين هو الحد الاقصى للاستفاده بتبقى 15 راس بالنسبه للعجلات، والحد الاقصى للعجول بتبقى لغايه 50 راس. طيب الشروط الاستفاده بقى ايه يا فندم؟
هو يتوجه الراغب في الاستفاده من المشروع لاقرب فرع بنك زراعي منه موجود عنده في القريه او في المركز او اقرب اداره زراعيه او مديريه زراعه، وبيتواصل مباشره مع قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والسجن الكترونيا عبر ارقام الواتساب 0155 862 6681 او 82، وفورا بتنعقد لجنه بتنزله من مشكله من قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والسجن والهيئه العامه للخدمات البيطريه مع البنك الممول، سواء كان البنك الزراعي او البنك الاهلي اللي تم اضافته حاليا، للاستوصاف والتاكد من وجود حظيره مناسبه للايواء والتسميد. وبعد كده بيتم تخصيص عدد رؤوس الراغب فيها، وبيتم تكثيف المتابعات الميدانيه عليه بعد كده. وعايز اقول لحضرتك ان الحمد لله من خلال متابعاتنا المكثفه الميدانيه على المستفيدين يوم النهارده تقترب كثيرا من 100%، وده بيدل على حاجتين بصراحه، بيدل على وعي المستفيد في توجيه الفرد فيما خصص من اجله، وبيدل كمان على تكثيف المتابعات الميدانيه من قبل وزاره الزراعه مع البنك الممول. ودايما بنقول ان المتابعات دي لا تهدف ابدا لتصيد المخالفات، ولكن احنا بننزل نشوف اي مشكله في مهداها وبنعمل على تذليلها وحلها في البدايه وعلى ارض الواقع. طيب عاوز اعرف من حضرتك، يعني انتوا بتعملوا زيارات ميدانيه زي ما قلت حضرتك للتاكد من وجود حظيره مناسبه والتسمين المناسب، لكن رؤوس الماشيه بتتطلب نوع من انواع العلف والاسمده، هل ده بيتم توفيره واتاحته للمربين؟ الاول الزيارات في الاول معاينه للاستوصاف والتاكد من وجود مكان مناسب للتربيه والتسمين. نعم. ثم بعد ما بيستلم المستفيد، مجرد ان بيستلم رؤوسه بيتم تسجيلها وترسيمها والتامين عليها في صندوق التامين على الثروه الحيوانيه، بحيث لا قدر الله لو حصل اي مشكله بيبتدي يسترد الفلوس ثاني ويسددها. لازم المتابعات الميدانيه زي ما بقول لحضرتك لاكتشاف اي مشكله في بدايتها، سواء كانت رعائيه، غذائيه، اداريه، ماليه، وبنعمل على مرضيه صحيه برضه بنعمل على حلها. يمكن كمان هو بيتواصل مع صندوق التامين على الثروه الحيوانيه بتوفر له الاعلاف اللازمه والاسعار مخفضه. نعم. حاجه ثانيه، يمكن حيوان المزرعه حداه الله سبحانه وتعالى بانه يصنف كمحول للغذاء، محول للغذاء يعني قادر على التغذيه على المخلفات المزرعيه والنواتج السنويه التي لا يستغلها الانسان. نعم. وبيحولها الى مواد غذائيه عاليه في القيمه الغذائيه. يمكن كل محافظه بتتميز بنوع معين من المخلفات الزراعيه، يعني نعم. مثلا لو قلنا محافظات الصعيد فيها سفير القصب، لو قلنا محافظات الدلتا فيها حطب الذره، لو قلنا بعض المحافظات ثاني في غرب الدلتا فيها القش وخلافه، بتنزل مجموعات طوعويه ارشاديه من قبل القطاع ومعاه بالتنسيق التام مع معهد بحوث الانتاج الحيواني، وبننزل فواصل ارشاديه وبنعرف المزارع كيف يستفاد من هذه المكلفات ويحولها الى تقنيه مفيده للحيوان المزرعي. يعني هم بيقولوا ايه؟ لا تعلمني، لا تعطيني سمكه لكن علمني كيف اصطاد. يمكن ده اللي حد يعني اللي حضرتكم بنعمله. بالظبط ده اللي حضرتكم بتعملوه، يعني في معاينه للحظائر، في تامين، في حاجات كتيره قوي انتم بتعملوها، لكن هل في دراسة للمشكلات اللي يمكن حدوثها في المستقبل عشان طبعا نمنع ده من الحدوث وتذليل طبعا العقبات من امام المستفيدين؟ معذرة السؤال ده. هل في دراسه للمشكلات المحتمله اللي ممكن تحصل على ارض الواقع؟ طبعا فندم، زي ما بقول لحضرتك احنا بننزل على ارض الواقع بقى المتابعات، ودي متابعات مكثفه جدا من قبل قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والسجن. طب ايه المشكلات يا فندم؟ ايه المشكلات اللي قابلتوها او المستفيدين قابلوها؟ المشكلات اللي هو كيفيه الاداره والرعايه، اللي هو عمليه التسويق، اللي هو عمليه التغذيه، كل ديت احنا بننزل. وزي ما بقول لحضرتك بتنزل مجموعه متناسقه متكامله فيها قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والسجنات، في الهيئه العامه للخدمات البيطريه، في طبيب ممثل
صندوق التأمين على الثروة الحيوانية والساجنة في ممثل البنك الزراعي المصري. إذا أي مشكلة أي كان نوعها، سواء كانت متعلقة بلوائح صحية سيطرية، متعلقة بنواحي إدارية، متعلقة بنواحي التأمين أو بنواحي بنكية أو بنواحي مالية، يتم التغلب عليه. وزي ما حضرتك عارف أي مشكلة الدراسات أو حلها على أرض الواقع وفي بدايتها في مهدها بيكون سهل تسجيلها وقبل أن تتفاصل. نعم. طيب عاوزين نتكلم بقى على دوركم في مبادرة حياة كريمة برضو، عشان احنا عارفين ان اهم يعني محاور هذه المبادرة هو محور التمكين الاقتصادي. ازاي بتقدموا للمواطنين في مبادرة حياة كريمة رؤوس ماشية قادرة على يعني ان هم يضروا دخل من خلال هذه الرؤوس؟ طب انا عايز اقول لحضرتك برضو فيما يتعلق بحياة كريمة، يمكن وزارة الزراعة عقدت مؤخرا بروتوكولين. نعم. بروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأوربان، وبروتوكول آخر مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الأوقاف، والغرض منهم توزيع رؤوس المشية المحسنة الوراثية عالية الإنتاجية على الأسر في فرع حياة كريمة. ودي الأسر ودي اللي وجه بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا أثناء افتتاح مشروع مستقبل مصر. أكيد. وعايز أقول لحضرتك كمان إن هنا قد إيه بقى قيمة مضافة، إنك أنت بتتحول المستفيد او عائل الاسره هنا من المتلقي للدعم المالي والمادي الى منتج في صحيح. المجتمع، وقد ايه بتوفر المزيد من فرص العمل، وقد ايه بتوفر المزيد من اللحوم الحمراء والالبان. و يعني دكتور طارق، استاذن حضرتك بس لو تقف في مكان فيه شبكه بس، يعني غير مكانك. طيب بقول لحضرتك كده، سمعنا يا استاذ احمد؟ اتفضل يا دكتور. بقول لحضرتك هنا بنحول المستفيد من متلقي للدعم المالي والمادي الى منتج واضافه في المجتمع. هنا بنحوله زي ما قلت قيمه مضافه. قيمه مضافه طبعا. وهنا في الدور المؤسسي يتبلور في التعاون ما بين وزاره الزراعه و الاوقاف، وزاره التضامن الاجتماعي، جمعيه الاوربان. البنك الزراعي المبول، لان هو ده في نوعين، في نوع المستفيد من الاسر الاكثر احتياجا بيتسلم الرؤوس دون اي مقابل ومنحه من الدوله تماما، وفي نوع ثاني من المستفيد يساهم فقط بثلث ثمن الراس وبقرض بنك ميسر 5%، وتتحمل وزارتي الاوقاف ووزاره التضامن الثلثين الاخرين لثمن الراس، مع تكثيف المتابعات على المستفيد من قبل برضه اللجان الفنيه المتخصصه على ارض الواقع. وربطنا هذه القرى مع مراكز تجميع الالبان التي انشئت خصيصا في المجمعات الزراعيه التابعه لفرع حياه كريمه، لتستوعب كل كميات الالبان الناتجه من هذه الرؤوس. هايل. كل الشكر ليك دكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنميه الثروه الحيوانيه، على طبعا هذه المعلومات. ويمكن ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه وقلنا انه لا تعطيني سمكه ولكن علمني كيف اصطاد، ويمكن ده اللي حضراتكم بتعملوه عن طريق توفير العديد من طبعا المساعدات لدى المستفيدين من هذه يعني خلينا نقول مبادره زي ما اتكلموا مشروع قومي للبتلو، يعني صحيح. ان هم اصلا يروحوا ويشوفوا هل الحدائق دي ملائمه للمشاية ولا لا، دي حاجه كويسه، وحلول المشكلات اللي ممكن تواجه طبعا المستفيدين صحيح. مستقبلا دي كمان مهمه جدا. لا، وفكره ان فلسفه يعني ما اصبحش بتدي معونه او بيدي دعم نقدي، لا انت بتوفري وسيله، وسيله دي قادره فيما بعد اللي هي تضر لك دخل شهري، زي مراكز تجميع الالبان اللي بتاخد الالبان من يعني هذه الرؤوس عاليه الجوده، يزود قيمه مضافه للمجتمع انه شخص يبقى منتج كمان، وده مهم.